بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا في الفيديو السابق كيف فكرة العامة من في نظام التصحيح الآلي المستخدم. في هذا الدرس خلينا نشوف المتطلبات اللي تحتاجها عشان تستخدم النظام هذا. طبعا لازم تعرف يعني انك انت هذا النظام في النهاية هذا نظام تصحيح آلي، يعني معناته انك لازم تكون مركب البرنامج، عفوا كاتب البرنامج، مخلص منه، منفذه، كل شيء عندك كأنه زي اي برنامج ثاني قبل ما انك ترسل نظام التصحيح الآلي. إذن لو بغينا نقول المتطلبات حقت النظام، خلينا نقول إنه أول شيء واحد لازم تكون تركيب لغة جافا، تركيب لغة جافا، زين، لازم تكون مركب لغة جافا على الجهاز اللي عندك حتى إنك تتمكن إنك تكتب برنامج وبعد كذا ترسل نظام التصحيح. يعني تخيل أنت إنك بتسلم برنامجك، تخيل إن الدكتور طلب منك، أعطاك واجب، قال لك أبغاك تسلم الواجب هذا الأسبوع الجاي، أبغاك تسلمه لي كملف زي ملف جافا، ايش راح تسوي؟ اكيد راح طبعا تروح اللابتوب حقك او تروح في اللاب في المعمل حق الجامعه هنا الكليه وتكتب البرنامج حقك كملف جافا وبعد كذا تحفظه وتسلمه للدكتور. نفس الشيء نظام التصحيح هذا يطلب منك البرنامج انه يكون مكتوب. فاذا اول خطوه لازم تكون مركب لغه الجافا. طبعا اذا كنت تبغى تستخدم الاجهزه اللي موجوده في المعامل المفتوحه زين او اثناء المحاضرات المعمل، محاضرات العمليه واللاب، راح تكون موجود الجهاز راح يكون مركب في لغه الجافا. فاذا الخطوه هذه ما تحتاجها فقط شو اسمه في جهازك الشخصي زين، لانه بالنسبه لاجهزه المعامل عندنا مركب فيها الجافا يعني وخلصين منها. الشيء الثاني اللي تحتاجه طبعا تركيب برنامج الاكليبس، تركيب اكليبس زين، فهذه الخطوة الثانية اللي تحتاجها. نفس الشيء ينطبق عليها انه فقط في جهازك الشخصي لانه المعامل عندنا مركب فيها الاكليبس. الشيء الثالث اللي تحتاجه هو تركيب في برنامج صغير يركب مع الاكليبس زين، نسميه تركيب برنامج تسليم الواجبات، تسليم الواجبات زين، على تركيب برنامج تسليم الواجبات على الاكليبس زين، على الاكليبس. وهذا برنامج تسليم الواجبات نسميه البلجن الخاص بويب كات زين، ويب كات بلجن، فنسميه ويب كات بلجن. احنا قلنا انه نظام التصحيح عندنا هو الويب كات، فهذا نسميه ويب كات بلجن او هو برنامج تسليم الواجبات، برنامج اللي يتيح لك لما تكتب برنامجك وتخلص في الاكليبس، هذا البرنامج لازم يكون مركب على الاكليبس حتى انك تستطيع انك ترسل البرنامج اللي تخلصت منه الى نظام التصحيح الالي. طبعا مره ثانيه نفس الكلام اللي قلناه هنا، هذا يحتاج فقط تركبه لما يكون في جهازك الشخصي، لكن في اللاب البرنامج هذا موجود. الشيء الرابع تحتاج عنوان سيرفر زين، سيرفر او الموقع الخاص بال سيرفر التصحيح الآلي، سيرفر التصحيح الآلي زين، عنوان سيرفر التصحيح الآلي. وهذا طبعا لازم تاخذه من المعيد في المعمل، راح يعطيك العنوان هذا، راح نعطيك اياه احنا ان شاء الله في شو اسمه في المادة لما تدرس تحتاج الويب كات. الشيء الخامس انك الشيء الخامس يحتاج انك تكتب برنامجك وتعمل كومبايل زين بالاكليبس، يعني تحفظه في الاكليبس، طبعا الاكليبس اوتوماتيكلي يسوي لك الكومبايل، وتنفذ البرنامج وتتاكد انه يعمل زين. طبعا ليش تتاكد انه يعمل؟ اكيد لانه برنامج التصحيح راح ينقصك درجات، فلا يعني تاكد انت قبل ما ترسل برنامج التصحيح، حتى انك يعني هو برنامج التصحيح ما عنده مانع تقدر ترسله مرتين ثلاث، يعني مستعد يصحح لك 100 مره ما عنده مشكله، بس انت بدل ما تضيع وقتك كل شوي ارسل جرب اول شيء تاكد ان البرنامج يشتغل، يعني بعد كذا صرت مقتنع ان برنامجك يستاهل درجه يعني كامله يعني او شيء زي كذا، تجي ترسله البرنامج التصحيح. لكن طبعا برنامج التصحيح ما عنده مانع ممكن ترسله في اي وقت،
زين، اذا الخطوه هذه يعني خطوه رقم 5 ممكن ترسل برنامجك في اي وقت، برنامج تصحيح راي صحيح ويعطيك الدرجه اللي تستحقها. لما تكتب برنامجك تتاكد انه يعمل. الخطوه السادسه انك ترسل البرنامج الى نظام التصحيح، الى نظام التصحيح الالي. هذه الخطوه السادسه. زين، طبعا باستخدام برنامج تسليم الواجبات، زين، باستخدام خلينا نقول برامج، لانه هو صراحه مو برنامج كامل، هو يجي ضمن الاكليبس، فنقول برامج تسليم الواجبات، يعني تصغير برنامج. زين، والخطوه السابعه انك تنظر لدرجتك، تنظر للدرجه اللي تجيك من البرنامج، وتحاول تعرف أخطائك، تعرف أخطائك. زين، هذه هي تقريبا الخطوات، هذه زي ما تقول لستة ممكن انك تكتبها عندك على ورقة وتصير معك عشان تتأكد، تشك تشك كل شوي تحط صح صح عن كل واحدة منها، حتى تتأكد انك تقدر ترسل البرنامج. طبعا لاحظ معي انه الجزء هذا تركيب لغة الجافا، تركيب الإكليبس، تركيب برنامج التسليم، عنوان السيرفر، هذه كل هذه مرة واحدة فقط، هذه ما تحتاج إلا مرة واحدة فقط. زين، طبعا ممكن في المعمل ممكن إنك تحتاج إنك تسوي هذه كل مرة تيجي للعملي، صراحة إلى الآن ما أدري يعني، لكن ممكن إنك تحتاج كل ما تيجي للعملي، المحاضرة العملي، تحتاج إنك أو تستخدم المعمل، تحتاج إنك تعدل، تحط عنوان السيرفر التصحيح الآلي من جديد. فإذا هذه ممكن إنك هذه يعني هذه أكيد إذا كان على جهازك أنت الخاص 100% ما تحتاج إلا مرة واحدة، وراح يحفظ لك الإكليبس. لكن ممكن في المعمل، لأن في كثيرين يشتغلون على المعمل، فممكن يمسح العنوان هذا، فتحتاج إنك تحطه مرة ثانية. زين، فإذا الخطوة طبعا راح أشرح لك، أنا أوريك الخطوات التركيب البرنامج، خطوة من 3 و4 و5، كل هذه الخطوات راح أشرحها لك، 1 و2 ما راح أشرحها. زين، المفروض إنك تعرف كيف تركب الجافا وتركب الإكليبس، ومركبة عندك في المعامل وجاهزة. الخطوة الثالثة موجود في المعمل already يعني جاهز، لكن راح أوريك كيف تركبه على جهازك إذا كنت تبغى تركبه على جهازك، ما تبغى تستخدم المعمل يعني في الواجبات مثلا. زين، لكن في اختبارات العملي وكذا موجود عندك، في اختبارات العملي وفي العمل في المحاضرات العملي. عنوان السيرفر قلت لك إنه في جهازك تحتاج مرة واحدة تدخله وخلاص وتنسى طول الفصل، ما راح يتغير، أو ممكن حتى بين أكثر من مادة ممكن يكون نفس العنوان. الخطوة هذه طبعا الخطوات الثلاثة الأخيرة هذه هي اللي راح تتغير معك من 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 كل مرة. طبعا عندك برنامج جديد تكتب البرنامج، تسوي كومبايل وتنفذ وتتأكد انه يشتغل البرنامج، وبعد كذا ترسل البرنامج النظام التصحيح الآلي باستخدام البرامج هذا اللي يسوي لك تسليم الواجبات، راح اوريك اياه. ثم بعد كذا تشوف الدرجة وتعاود تعرف على اخطائك، وترجع مرة ثانية تصحح وترسل البرنامج من جديد، وهكذا. إذن الخطوات من 1 إلى 4 راح تحتاج تسويها مرة واحدة فقط، والخطوات من 5 إلى 7 طبعا أكيد كل مرة تسوي برنامج جديد راح تحتاجها. زين، الخطوة 4 زي ما قلنا ممكن في محاضرات العملي واختبارات العملي، وإذا كنت تبغى تشتغل في المعمل بدل من أنك تشتغل على جهازك، ممكن أنك تحتاج أنك تسويها كل مرة تيجي تجلس في المعمل، تحتاج أنك تدخل العنوان هذا من جديد. طبعا من وين تحصل العنوان السيرفر؟ تحصله من مره ثانيه، تحصله من المعيد، يعطيك اياه ان شاء الله المعيد، ويا ليت انك تكتبه على ورقه مثلا شيء، وتحفظه في ورقه عندك في معك في الدفتر وشيء زي كذا، عشان كل مره تقدر تدخله، او تحطه في ايميلك مثلا، كل مره تفتح الايميل وتنسخه وتلصقه عندك في الاكليبس، على اساس انك ما تخطي، لان العنوان طويل شوي. طيب، في ان شاء الله في الدروس السابقه، في الفيديوهات ان شاء الله القادمه، راح نشوف ان شاء الله كيف نركب برنامج تسليم الواجبات على الاكليبس، ثم بعد كذا نشوف كيف نكتب برنامج ونرسله لنظام التصحيح الالي عشان يصحح لنا، ونشوف كيف الدرجات تطلع، نشوف الخطوات اللي موجوده الاخيره هذه كيف تشتغل معنا، وليش ممكن يعطينا خطا، وش الاخطاء اللي ممكن تصير، انواع الاخطاء، وطريقة توزيع الدرجات والأشياء هذه.